تعرف ان ضرس العقل بتاعك لو طالع غلط ممكن يدمر باقي اسنانك؟ انا اقول لك ازاي. انا دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد، ودي معلومه في الاسنان على السريع، يلا بينا. في اغلب الاوقات ضرس العقل بتاعنا بيطلع غلط، ودايما مش بيطلع كامل، فيسبب انه الاكل يتجمع عنده والبكتيريا تتجمع ويحصل التهاب في منطقه ضرس العقل دي، ويبتدي يسمع معاك في الفك كله بالم شديد قوي. ولو عملنا اشعه على الضرس في الغالب هتلاقيه مايل بالشكل ده، والميل بتاعه ده كمان هيخليه ياثر ويضر على الضرس اللي قبله ويسبب فيه تاكل في الجدر بالشكل ده، لانه بيبقى ضاغط عليه. عشان كده مهم جدا ان لو ضرسك مايل بالشكل ده فانت لازم تروح بسرعة للدكتور عشان يخلعه لك بسرعة. طيب لو انا بقى ما خلعتهوش، ده زي ما قلت هيضر الضرس اللي قبله طبعا، ويبتدي يعمل تآكل في الجدر بتاعه، وتحس بألم شديد قوي جدا ومسمع في الفك كله. وكنت شرحت في فيديو فات قبل كده على موديل الأسنان، مش بني ادم حقيقي طبعا، عشان الجراحة والكلام ده بتكون مزعجة واليوتيوب ما بيرضاش يعترف فيها. عشان كده انا شرحت في على الموديل ده ازاي بيتم خلع ضرس العقل المايل بمنتهى السهولة. في بعض الحالات بقى بيبقى ضرس العقل طالع سليم وكل حاجه، بس مشكلته انه في تسوس، فممكن ساعتها نحشيه سواء حشو عادي او حشو عصب. ايوه ما تستغربش، ضرس العقل ممكن نحشيه حشو عصب عادي جدا، بس بيبقى صعب شويه. وعن تجربه فعلا انا عندي في العياده حشيت قبل كده ضرسين عقل كانوا مسوسين والتسوس وصل للعصب، وحشيتهم عصب والحاله كانت كويسه وكل حاجه، بس كانت صعبه شويه. فالناس ما تستغربش انه من ضرس العقل ممكن فعلا يتحشي، مش لازم ان هو يتخلع، الا بقى لو هو مسبب لك الم شديد قوي قوي ومايل ضر الاسنان طبعا اللي جنبيه زي ما قلت قبل شويه. دي بقى كانت معلومه في الاسنان على السريع، اتمنى تكون عجبتكم وتستفادوا منها. ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.